السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة MIT من أكبر الجامعات على مستوى العالم، وفيها أبحاث خاصة بيها، وفيها دكاترة بتعمل نظريات قوية جدا. فجميل جدا إن هم عرضوا كل الكورسات بتاعتهم مجانا على الإنترنت، تقدر تدخل على الموقع بتاعهم فايند كورس، تبدأ تشوف إيه الكورسات اللي أنت مهتم بيها، إيه المواضيع اللي أنت مهتم بيها، بتختار الكورس اللي أنت عايزه، بتلاقي مئات الكورسات، تقدر تختار أي كورس أنت عايزه وتبدأ تسمعه وتبدأ تستفاد منه. وكلها طبعا يعني مواد علمية محدثة، ومواد علمية ناس واخدة جايزة نوبل، وناس على أعلى مستوى هي اللي عاملة الكورسات ديت، تقدر تستفاد منها، كلها مفتوحة، كلها تقدر تتفرج على الفيديوهات ديت. فمبقاش فيه المنهج المصري والمنهج كذا كذا، فلا بقى أصبح كل المنهج مفتوح، تقدر تشوف أي فيديوهات أنت عايزها، سواء هندسية سواء طبية زي ما أنت عايز.